تعالوا نكمل كده ايه بقية الموضوع بتاعنا بتاع امبارح. حد فاكر؟ آه، ان شاء الله النهارده عندنا 2 تاسكس رئيسيين، وبعد كده هن ايه هنخش على جو الصدمات بتاعنا، ازاي اخليك او ازاي اعلمك تكونفيجر كل الكلام ده في اقل من دقيقة او دقيقتين. آه، بس الاول تعال نخلص اللابين اللي موجودين عندنا الرئيسيين النهارده. اللاب الاول ازاي نعمل نيك تيمينج، اللاب التاني ازاي نعمل بريدجينج. خلاص. آه، وهكلمك على فائدة كل واحدة فيهم كمان بالتفصيل الممل. امبارح كان في عندنا تاسك صغيرة كده، فاكر التاسك بتاعت امبارح كانت ايه؟ فاكر؟ ان لما كنت عايز اقوله كده بينج على gateway.mustafa.com كان بيبنج عادي، عايز اقوله بينج كده على gateway بس ما كانش بيكمل الدومين لوحده. آه، طب تعالى كده ممكن اقوله كده vim.atc.resolve.conf. آه، تعالى اجرب حاجة كده، ممكن اقوله كده الدومين mustafa.com اهون. تعالى كده بينج على gateway، برضو ما اشتغلتش. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ ها، nmcli connection show، الكونكشن بتاعي اللي اسمه هوم كده، تعال كده نجيبه على لس وندور كده على على ايه؟ فين يا سيدي؟ فين فين؟ في حاجة خاصة بالدومين؟ اي حاجة خاصة بالدومين؟ في عندك DNS search اهون، وده كنا عاملينه امبارح برضو mustafa.com. طب ايه بقى؟ ها، حد عنده اي تفسير؟ لا، ما هو إيه؟ هو انتوا اصلا ما دورتوش، هي دي المشكله، هي دي المشكلة أساسا، الناس ما دورتش ATC. لسبب ما مش عارف عندي الاول كده if config، عندي الاي بي بتاع 104. لا، الناس ما دورتش، بس هي دي المشكله. طيب حلو، etc sysconfig network سكريبت. ها، ايه تاني؟ ifconfig dash home، ده البروفايل بتاعك. طيب عندك دومين اهو mustafa.com. طب هل لو حطينا ده كده ما بين دبل كوتس ممكن يشتغل؟ هل لو حطينا ده بين دبل كوتس ممكن يشتغل؟ CLI connection down، ممكن اعمل كده connection reload لهوم. وان MCLI connection up هوم مرة ثانية.
برضه ما اشتغلش. طيب ذاكر الاول التاسك اللي عندك ون ايه ونرجع نكمل. مشكلة بقى مشكلة هايفة جدا، ومشكلة هايفة جدا، بس لما تحاولوا تذاكروا الاول خلاص. طيب ماشي، مش هقولك على الحل بتاعها فعلا، لما تذاكر هتحس ان انت يعني ايه اللي احنا بنعمله ده، بنضحك على بعض يعني ولا ايه؟ مشكلة هايفة قد كده، قد كده بالظبط. طيب تعال نخش في درس النهاردة، بدل ما ايه ما نقعد نضيع وقت على الفاضي. هنتكلم النهاردة ان شاء الله على موضوع، الاول موضوعين اتكلمنا قلنا عليهم اللي هو النيك تيمينج والايه والبريدجينج. النيك تيمينج، حد قبل كده عمل حاجة او سمع عن حاجة اسمها النيك تيمينج الاول؟ ها، اي حد عنده اي خلفية عن النيك تيمينج؟ طيب حد، لو حد فيكم اشتغل سيسكو قبل كده، حد فيكم سمع عن الايثر تشانل؟ ايثر تشانل، ها الايثر تشانل كان لازمته ايه يا معلم؟ ها ايوه، بتعمل لينك باندلنج، يعني بكل بساطه عندك سيرفر. تعالى كده نمسك القلم الاول احسن لنا من الكلام ده كله. بص كده، في الطبيعي بيكون عندك مكنه موجوده هنا، ده السيرفر بتاعك، والسيرفر ده واصل بشكل ما بسويتش، وبعد كده بقيه الكونكتيفيتي موجوده معروفه، يعني واصل براوتر بقى طالع على الانترنت عندك، مع بقيه سويتشات تانيه رايح مع مجموعه سيرفرات تانيه. فبص، فتخيل السويتش بتاعك ده كده، في تصميم اي شبكه في الدنيا، اي شبكه في الدنيا الهاي افيلابيليتي بتاعت الشبكه دي بتبقى حاجه مطلوبه جدا خلاص. طيب دلوقتي في عندك حاجه، لو اللينك ده فصل، وعلى فكره حكايه ان اللينك ده يفصل دي مش حاجه صعبه، يعني ما افتكرش ان اللينك يفصل ده، دي يعني دي حاجه نادره، يعني لا دي حاجه عاديه جدا. اللينك يفصل دي منها 500 سبب موجودين، اسهلهم الناس بتوع النتورك عايزين يعملوا ابجريد للسويتشات بتاعتهم، اسهلهم الناس بيعملوا مينتيننس عندك في الشبكه، اسهلهم الباسيف تيم. انت في اصلا عند الشركات والناس المحترمه بيكون في حاجه اسمها الباسيف تيم، الباسيف تيم مسؤوليته بس كده الجزء بتاع الكابلات بس. فالباسيف تيم بتاعه النهارده عنده اكتيفيتي كده يظبط الكابلات اللي ايه اللي واصله ما بين السويتشات وما بين السيرفرات او ما بين السويتشات والسويتشات، وقال لك لا يا عم ده احنا لازم نفك الكابل ده كده ون ايه ونرتبه في الراك بشكل محترم خلاص. بلاش كده، ده السيرفر بتاعك كده عندك اوبريتور موجود في الشبكه ونزل الداتا سنتر كده يركب سيرفر جديد هنا، وهوب المعلم ده البورتون دول جنب بعض وجي يشد بورت جديد يسحب كابل من بورت جديد، هوب راح ده كده اتخلع حته كده من هنا اتزحزح بس سنه. فايه اللي هيحصل للسيرفر للسيرفيس بتاعتك؟ السيرفيس خلاص بقت انتربتد كده، سمعتك راحت يا معلم. لو انت شركة كبيرة بتقدم سيرفيس محترمة انت كده سمعتك راحت. طب الحل يعني عشان نحل المشكلة دي، قال لك بس انت بدل ما انت موصل لي بورت واحد هنا، بدل ما توصل لي بورت واحد هنا، لا وصل لي بورتين هنا. الهاي افيلابيليتي لا تساوي ريدندنسي، الهاي افيلابيليتي لا تساوي ريدندنسي، الاثنين لا يساووا بعض خلاص كده. طيب ممكن يكون عندك redundant network بس ما بتقدرش تقوم مكان التانية، يعني ما بتقدرش تاخد take control لو الاولانية وقعت. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون عندك سيرفر هنا والتاني، السيرفر التاني ده المفروض ان فيه redundancy، يعني مثلا ده شغال database وده شغال database، لكن لو ما ده وقع ده ما حسش ان هو وقع، فتبقى الشبكه بتاعتك السيرفر نفسه، بس بكلمك على على السيرفر كامل على بعضه، ده ما حسش ان السيرفيس اللي هناك وقفت او السيرفر وقف. في ريدندنسي، ايوه نفس الداتابيز اللي هنا هي نفس الداتابيز اللي هنا، بس هل كده فيها افيلابيليتي؟ لا، الاثنين لا يساووا بعض خلاص.
رغم ان الاثنين مرتبطين ببعض الى حد ما، الاثنين لا يساووا بعض بس الاثنين مرتبطين ببعض. يعني ايه؟ يعني عشان يكون عندك هاي افيلابيليتي في الطبيعي هيكون عندك ريداندنت سيرفيس. يعني لو عندك داتابيز هنا، الداتابيز دي لازم تكون موجوده في مكنه ثانيه مثلا او اكتر طبعا، يعني او اكتر خلاص، لان لو المكنه دي كلها وقفت، بكلمك على هاردوير فيلير، ها لازم مكنه ثانيه تاخد الكنترول ده وتبدا تشتغل تاكت كانها المكنه دي كده في الباك جراوند بشكل ترانسبيرنت من غير ما حد يحس ان دي ايه، ها ان دي بقت داون. وصلت؟ طيب نرجع لموضوعنا. فانت عايز على الاقل على مستوى السيرفر نفسه ايه اللي يحصل؟ يكون في عندك اكتر من لينك، بحيث ان لو واحد وقف التاني ايه اللي يحصل له، ها التاني هو اللي يشتغل. طبعا ده ابسط سيناريو، ده ابسط سيناريو خلاص. في سيناريوهات تانية يا سيدي ممكن تزودها كمان. لا يا عم، ده انا ممكن يكون عندي سيرفر هنا وانا خايف الناس بتوع النتورك دول، انا مش مأمن لهم خالص، دول بص مطلعين عين امنا. لو سألت كل الادمنز ايه مشكلتك في الحياة هيقول لك النتورك ادمن مطلع ميتنا. ليه يا عم؟ يقول لك كل يوم عنده اكتيفيتي على السويتشات، كل يوم كل يوم حاجة نفخ يعني خلاص. طبعا الراجل ده لما بيعمل اكتيفيتي على السويتش فبيفصل لك السيرفيس بتاعتك. فانت ممكن تعمل ايه؟ تقول له يا عم بص كده، انت وصلني على سويتشين، ولما تحب تعمل اكتيفيتي اعمل على ده الاول، ولما تبقى تخلص وترجع كل حاجه زي ما هي ابقى اعمل على التاني. طب انت من طرفك، انت من طرفك هتكونفيجر كده البورتين دول ان هم ياكتوا كانهم واحد. لو الاولاني فصل اوتوماتيك انقل الترافيك على التاني. وصلت؟ هو ده الهدف من درس النهارده، هو ده الهدف من درس النهارده. طيب عمليه النقل ده ما بين كارت وكارت تاني، او اسف بلاش كارت، عمليه نقل ما بين بورت وبورت تاني خلاص. ليه ما بين بورت ومش كارت؟ لان ممكن يكون كارت ايثرنت واحد بس فيه اربع بورتات، خلاص كده، وده طبيعي جدا. طيب فانت عايز دلوقتي عايز بورت يبقى واصل على سويتش، وبورت واصل على سويتش تاني، مش فارقه. المهم نرجع لموضوعنا، ايه بقى المودز اللي ممكن موجوده هنا؟ ايه المودز اللي موجوده هنا؟ صوره لايه بالظبط؟ عايز صوره لايه؟ اللي انا بقصده انت طول عمرك الكروت اللي انت بتشوفها كده بتشوف الكارت فيه بورت واحد صح؟ تعالى يا عم اتش بي 4 بورت 10 جيج ايثرنت. ده انا عندي من ده كتير في الشغل يعني ما شاء الله يعني اهو يا عم. بس ده اهو ده اللي بقول لك عليه. اهو كارت واحد بس في اربعة بورت اهو، ده الكارت نفسه، كل ده الكارت، البورت هو المدخل ده بس بتاع الكابل، شايف؟ هو ده البورت. مش عارف البورت هو ايه وشغال سيسكو؟ لا اله الا الله. اقول لك ايه بس يعني اهو، خلاص كده. طيب نرجع بقى لموضوعنا، انت تقريبا كل حاجه بتفهمها غلط، ما علينا. ادي السيرفر بتاعك اهو، يبقى كل هدفك في الحياه ان هيكون عندك النهارده بورت او اتنين او تلاتة او اربعة على حسب بقى، وعايز تجمعهم كلهم مع بعض كده بحيث ان هم ايه، ها يريحوك من ايه، مشاكل النتورك ادمن. ده ممكن يكون سبب، ممكن يكون سبب تاني ان بص كل كارت فيهم عبارة عن واحد جيجا بت، وده برضو واحد جيجا بت، وده واحد جيجا بت، بس انت لقيت النتورك ترافيك بتاعك انت محتاج تزود التوتال ترافيك اللي ماشي كده من السيرفر ده، عايزه يبقى 3 جيجا بت، خلاص كده؟ عايز تزود الترافيك اللي جاي من السيرفر ده. طيب تحلها ازاي يا عم؟ تحلها ازاي؟ ها عايز تجمعهم كلهم مع بعض بحيث ان التوتال ترافيك اللي يطلع من السيرفر ده
يطلع مجموعهم مع بعض، ده ممكن يكون هدف تاني ليك، ده ممكن يكون هدف تاني ليك. خلاص ماشي. طيب عايز اقول لك بس هيكون عندك ليميت، هيكون عندك ليميت في الديزاين بتاعك. يعني لو انت بتصمم كده الكلام دون كسيستم ادمن هيكون عندك ليميت. طب الليميت دي مرتبطه بايه؟ الليميت دي مرتبطه بالفيزيكال انفراستراكشر بتاعتك. السويتشات اللي عندك دي شكلها عامل ايه؟ وهيتعمل لها كونفيجر ازاي؟ يعني ايه يا عم الكلام ده؟ قبل ما اقول لك اي حاجه، قبل ما اقول لك اي حاجه هديك ايه المودز اللي النيك تيمينج عندك هيشتغل بيها هنا كده، وليه السويتشات هتبقى عائق في طريقك، ولازم ساعتها هتكلم النتورك ادمن تتفاهم معاه عشان تعرف السويتشات اللي عنده نوعها ايه. خلاص. طيب تعالى كده الاول، لما تيجي يكون عندك سيرفر، لما تيجي يكون عندك سيرفر اهو، والسيرفر ده كده فيه اكتر من بورت، وعايز تجمع البورتات دي مع بعض، طريقه التجميع دي هي طريقه واحده ولا اكتر من طريقه؟ لا ده اكتر من طريقه، ده اكتر من طريقه موجودين. في طرق موجوده منها يا سيدي، مثلا زي حاجه اسمها الراوند روبن. ايه الراوند روبن دي؟ الراوند روبن دي بيبعت باكت من الانترفيس الاولاني، بعد كده يبعت باكت من الثاني، بعد كده يبعت باكت من الثالث، خلص ارجع مره ثانيه، ابعت من الاولاني، ابعت من الثاني، ابعت من الثالث، بعد كده ابعت من الاول، ابعت من الثاني، ابعت من الثالث، بيوزع اللود بالتساوي عليهم عن طريق انه يبعت عن طريق الاول، عن طريق الثاني، عن طريق الثالث، وهكذا. طبعا لو عندك اتنين انترفيس هيبعت من الاول واحده، وبعد كده يبعت من الثاني واحده، بعد كده من الاول واحده، وبعد كده من الثاني واحده، وهكذا. خلاص كده؟ في مشكله كده؟ ها واضحه. طيب في عندك مودز تانية مثلا يا سيدي، زي حاجه اسمها اكتف باك اب. ايه اكتف باك اب ده كمان؟ اكتف باك اب ده بسيط جدا، فكرته هبله قوي. ازاي؟ قال لك بص انا عندك ثلاث بورتات ضمنهم مع بعض اهون، قال لك انا هخلي واحد بس فيه هو اللي يبعت ترافيك، هو ده اللي دايما هيبعت ترافيك، شغال زي الحلاوه، مش هيقف او مش هبعت ترافيك عن طريق اي انترفيس تاني الا لما ده يبقى داون. لو ده وقع ابدا ابعت على التاني، شغل التاني. طب افرض ده وقع بس وقع تاني، طب خلاص وقفوا يا عم خالص، ما عدناش عايزينه، وابدا ابعت عن مين؟ على التالت. ماشي كده؟ ها في مشكله كده؟ طيب في مودز تانية موجودة؟ أيوة في مودز تانية موجودة. زي مين يا عم؟ زي مثلا في عندك حاجة اسمها اللاك بي. طبعا اللي اشتغل سيسكو لازم هيكون عارف ده 100%، يعني مفيش كلام. لاك بي ده اختصار لينك اجريجيشن كنترول بروتوكول، واللاك بي ده هيكون عائق في طريقك. ازاي يا عم؟ ازاي الكلام ده؟ قال لك اللاك بي ده لما تيجي تشغله الخازوق اللي فيه هو ايه؟ انت في الاخر هتوصل في السويتش صح؟ قال لك لازم تيجي على السويتش ده وعلى البورتات دي هي كمان على السويتش نفسه، وتقول لها انت لازم تشتغلي بالبروتوكول اللي اسمه لاك بي، لازم تشتغلي بالبروتوكول اللي اسمه لاك بي. معنى كده ان السويتش بتاعك لازم يسبورت هو كمان مين؟ اللاك بي. خلاص. طب اللاك بي ده مفيد في ايه؟ اللاك بي ده مفيد في ايه؟ اللاك بي بيجمع البورتات مع بعض ويبعت الترافيك عليها كلها في نفس الوقت. يعني لو كل واحد فيهم كان 1 جيجا ممكن تعمل ايه؟ ها يديك توتال باندويث 1 زائد 1 زائد 1، يبقى هتاخد في الاخر توتال كام؟ 3 جيجا. وصلت؟ ها يبقى اللاك بي ها هيدلعك شويه، بس لازم السويتش هو نفسه يسبورت اللاك بي ده. بالمناسبه الكونفيجريشن بتاع اللاك بي على السويتشات
عبارة عن 3 سطور، مش اختراع، دي حاجة سهلة جدا يعني، مش 3 سطور كمان يعني، يا دوبك انت بتعمل حاجة اسمها انترفيس بورت تشمل كده بل، وتقول له ضم البورت ده والبورت ده والبورت ده في البورت تشمل ده، وشغل البروتوكول اللي اسمه لاك بي عليه بس، خلاص المود بتاعك كذا كده، انت خلاص شكرا الموضوع انتهى. حاجة سهلة جدا على السويتشات. خلاص صح يا محمد، صح كلامي ولا غلط؟ طيب بالمناسبة معظم السويتشات النهاردة بتسبورت اللاك بي ده، معظم السويتشات النهاردة بتسبورت اللاك بي ده، خلاص كده. بس خلي بالك في خازوق تاني مع اللاك بي، اللي هو ايه بقى؟ اللاك بي لما تيجي تعمل بورت شمال لازم يكون على نفس السويتش. ايه؟ على نفس السويتش. ايوه، يعني ايه بقى؟ تعالى كده اقول لك معناها ايه بشكل تكنيكال. بص لي كده، زي ما اتفقنا ان زي ما كل حاجه ليها ميزه لازم يكون في خازوق، فتعالى نتكلم بقى على الخازوق بتاع الموضوع ده. اللاك بي مش بتاع سيسكو والمصحف، البروتوكول بتاع سيسكو اسمه باك بي، بورت اجريجيشن كنترول بروتوكول، او بورت اجريجيشن بروتوكول، ها سيسكو باك بي. لاك بي ده اوبن ستاندرد، العالم كله شغال بيه، عندك جونيبر، عندك لينكس، عندك سيسكو، عندك ويندوز، اي حد في الدنيا شغال لاك بي. بس بص كده، ادي السيرفر بتاعك اهو، وانت جيت تشغل لاك بي عشان عايز التوتال باندويث بتاع الانترفيسز مع بعض. بص لازم يكون التلات بورتات، لو عندك تلات بورتات في السيناريو بتاعنا لازم يروحوا لنفس السويتش، لازم يروحوا لنفس السويتش. طب ما احنا كده ما عملناش حاجه، ما انا كده برضو هيطلع لي النتورك ادمن الغبي اللي موجود في الشركه، هيطلع بص يعني هيخليني اشتمه كل يوم بالاب والام، يعني كل يوم لو عنده اي اكتيفيتي هنا برضه هيفصل لك الدنيا، عندك برضه هيفصل لك الدنيا. بص راح جه سيسكو كده من فتره، بقالها كام سنه كده، وبدات حست بالمشكله دي، حست بالمعاناه. خلاص مش سيسكو بس، سيسكو واتش بي وديل بداوا يخترعوا كده حاجه اسمها الاستاكابل سويتشز. ايه الاستاكابل سويتشز دي؟ الاستاكابل سويتشز دي، الاستاكابل سويتشز دي السويتشين فيزيكلي كل واحد لوحده اهو، بس بيروح جاي كده بكابل من ورا، كابل كده اسمه ستاك وايز. خلاص، ومؤخرا كمان ظهر حاجه اسمها الستاك باور، السويتشين بيشيروا نفس الباور مع بعض كمان. ايه الستاك وايز ده؟ الستاك وايز ده السويتشين بدل ما هما كل واحد فيهم منفصل بذاته، كأنك كده جمعتهم مع بعض وعملت سويتش كبير. السويتشين فيزيكلي حتتين مختلفتين كل واحد فيهم لوحده، بس حرفيا حرفيا الاتنين بقوا حاجة واحدة، بس نفس اللير تو دومين، مش نفس اللير تو دومين اقصد الفيلان، لا ده البروسيسور او البروسيسنج اللي بيحصل بتاع اللير تو دومين بيتم عن طريق واحد فيهم بس. طيب في الحالة دي، في الحالة دي ها ايه اللي هيحصل؟ في الحالة دي ممكن تعمل ايه يا سيدي؟ بدل ما انت موصل التلاتة انترفيسز كده بسويتشين كل واحد فيهم منفصل بذاته، وصلهم بستاكابل سويتشز، خلي لي كارتين رايحين هنا، وخلي لي كارت رايح للتالت، او اسف خلي لي بورتين رايحين للاولاني وبورت رايح للتالت. في الحالة دي الراجل حب يعمل مينتيننس هنا، ولا يشيل كابلات، ولا ريستارت السويتش ده، التاني هيفضل شغال معاك زي الفل. برضو ايه الخازوق في الموضوع؟ الخازوق ان لازم السويتشات بتاعتك لازم تسبورت حاجة اسمها الستاكينج، لازم تسبورت الستاكينج. طب وده مشكلته ايه؟ السويتشات اللي بتسبورت الستاكينج معظمها سويتشات جديدة بس، يعني الستاكينج هتلاقيه في سويتشات سيسكو مثلا من اول 3750 وانت طالع، يعني 3750 3850 ده الموديل بتاع السويتش بالمناسبة. ها سويتشات سيسكو 4500، سويتشات سيسكو 6500،
6700 و6800، 6800. طبعا 6800 ده اسم العيلة، لأن 6800 ده هتلاقي معاه 6 8 0 7 مثلا موجود، 6500 برضه عيلة كاملة، وهكذا. ماشي كده؟ السويتشات اللي في 2900، العيلة بتاعت 2900 دي اللي بتسبورت الستاك، هي من أول 2960 إكس. وحط 100 خط تحت اكس دي، لان 2960 دي عائلة كاملة، عائلة قديمة قوي كمان، من اقدم السويتشات اللي سيسكو طلعتها 2960 دي، عبارة عن لير 2 سويتشز بالمناسبة، بس اللي بتسبورت الاستاكنج فيها اللي فيها كلمة اكس دي. خلاص، اكس دي لسه معمول لها ريليس في 2014. خلاص كده. طيب ايه المشكلة بقى في الحكاية دي؟ ان السويتشات دي غالبا بتكون غالية، السويتشات دي غالبا بتكون غالية. خلاص، يعني لو قلت لك مثلا، لو حبيت اعمل لك مقارنة كده، عارف السويتشات 3850 دي، 3850 السويتش الواحد فيها ال 24 بورت تقريبا عامل كام؟ تقريبا عامل حوالي 18000 ريال سعودي، 18000 ريال سعودي السويتش الواحد. خلاص كده، السويتش الواحد ال 24 بورت، فغالي شويه. لو انت قارنت ده مثلا ب 2900، 2960 العادي، ولا 3750 العادي من غير الاستاك، ها، كنت بتلاقي السويتش ده كده عامل مثلا بتاع 5000 ريال ولا حاجة. بصوا الفرق من كام لكام، بتلاقي السعر عندك نط فوق جامد قوي يعني. ماشي، طيب ما علينا، نرجع تاني بقى لموضوعنا. نرجع لموضوعنا، يبقى المود عندك اللي اسمه لاك بي ده، الخازوق اللي فيه ايه؟ ان الدنيا غالية. صاحب الشغل هو اللي هيدفع، بس لما انت تيجي تصمم سوليوشن وتروح لصاحب الشغل، السوليوشن مش هيجيب قيمته المادية، هيقول لك يلا يا ابني اتكل على، روح روح اجري. مش شرط شغال لك سيرفرية تدفع الراجل دم قلبه، هيقول لك يلا حبيبي المشروع بتاعك ده مرفوض اساسا من المبدأ. في الشغل مش كل حاجة اعتبارات تكنيكال بس، وصدقني صدقني لما تشتغل بإيدك في الحياة العملية هتعرف الكلمة دي كويس جدا. الموضوع مش عبارة عن اعتبارات تكنيكال فقط، الموضوع عبارة عن، هتلاقي فيه بوليتكس داخلة في الموضوع، هتلاقي فيه اعتبارات مادية، ودي من أكتر العوائق اللي موجودة داخلة في الموضوع، هتلاقي فيه عوائق تكنيكال موجودة داخلة في الموضوع، هتلاقي فيه ليميتيشنز بسبب الناس اللي عندك شغالين في الشركة نفسها. في ناس اصلا بيبقوا اغبياء كده، بيتسببوا ان الشركه تاخد قرارات غبيه زيهم. انا بجد بكلمك بالحقيقه. خلاص، لما يكون عندك، لسه جاي لك اهو، لسه جاي لك اهو، اصبر على رزقك، لسه جاي لك على رزقك. طيب، بما اننا اتكلمنا على الستاكينج سويتشز وقلت لك دي غاليه وبتاع، ففي الناس اللي محترمه بقى، الناس اللي محترمه دلوقتي حاليا اللي موجود، اللي بدأ الناس تتكلم عليه، لما يكون عندك سيرفر فارم وكلام من ده وعايز تشغل الكلام ده كله، في كمان تكنولوجي تانية سيسكو نزلتها، اسمها حاجة اسمها VSS Virtual Switching System. خلاص، ايه Virtual Switching System؟ شفت الستاكينج بالظبط شبه الستاكينج كده، بس الفيرشوال سويتشنج سيستم ده بتجيب سويتشين برضو او اكتر وتضمهم على بعض زي الستاكينج بالظبط، زي الستاكينج، بس الفي اس اس هتلاقيه موجود مع الهاي اند سويتشز زي الكور سويتشز تحديدا. يعني لو احنا اتكلمنا على 3850 ده بيعتبره من فئه الاكسس لير، ده من فئه الاكسس لير، يعني السويتشات اللي بتوصلها اطول مباشره بالاجهزه.
خلاص. طيب الفي اس اس ده بقى بيتكلم على الكور لير، الكور بتاع النتورك بتاعتك. طب ليه الكور ده؟ يعني مثلا الفي اس اس ده لو كلمتك عليه الباندوث، التوتال باندوث اللي ممكن تجيبها منه، ها التوتال باندوث اللي ممكن تجيبها منه حرفيا حرفيا في كده في كارت صغير كده بيجي يركب في السويتش، كارت كده اسمه سب 2 اي سوبرفايزر 2 تيرا بايت. السب 2 تي ده بيخلي كل سويتش منهم بيديك 2 تيرا بت بير سكند ايه 2 تيرا بت بير سكند. تخيل بيقدر يبروسس 2 تيرا بت بير سكند من الداتا. تخيل. طيب الفرق بين الفي اس اس او اسف بين الكور سويتشز والاكسس لاير سويتشز ده عادة بيكون ان الاكسس لاير دي بتكون موديولر سويتشز. موديولر يعني ايه موديولر؟ يعني السويتش عبارة عن مجموعة موديولز، يعني في اي لحظة كده السويتش ده البورتات عندي خلصت هنا، خلاص يا عم هات موديول جديد بفي شوية بورتات. طب البورتات دي خلصت هنا هات موديول جديد. بمناسبة اعتبر ان كلمة موديول ده زي البورت، زي اقول لك ايه كارت جديد، هو كارت. كلمة موديول انا اعتبر ان هو كارت. ولما اكلمك على كارت بالنسبة للسويتش، سويتش زي الكور دول عادة بتكون الكروت 48 بورت، عادة بتكون 48 بورت، او بتكون مثلا 32 بورت كل واحد فيهم 10 جيجا بايت، 10 جيجا بت اسف 10 جيجا بت. واللي موجود دلوقتي كمان 16 و32 و48 40 جيجا بت، ده اللي موجود دلوقتي حاليا في السوق. يعني انا بكلمك على مستوى داتا سنتر، يا اما بتجيب ده يا اما بتجيب ده يا اما بتجيب ده، كل بورت منهم سرعته 40 جيجا بت للبورت، 40 جيجا بت للبورت. خلاص ماشي. فدي مست الموديولر سويتشز، ان في اي لحظه البورتات بتاعتك خلصت خلاص يا عم مش مشكله قوي، هات لي ايه، هات لي موديول جديد او هات لي بورت جديد شغله والدنيا معايا زي الحلاوه. انما الاكسس لاير سويتشز عاده بتكون فيكسد بورتس، يعني انت اشتريت السويتش النهارده 48 بورت بيفضل 48 بورت زي ما هو، البورتات خلصت خلاص هات سويتش جديد ركبه والموضوع انتهى على كده. لكن الموديولر سويتشز دي لا لا، انت البورتات عندك خلصت هات موديول جديد وركبه. ماشي كده. طيب زي ما قلت لك ان الكور لير بيكون ها الترافيك بروسيسنج بتاعها عالي جدا، الترافيك بروسيسنج بتاعها عالي جدا، فبرضه ما تنساش ان سعرها هيكون عالي جدا جدا جدا، سعرها هيكون عالي جدا، لان انت ما فيش حاجه هتديك. يعني ممكن مع 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 سويتش زي ده كده مثلا زي 6708 تحديدا ممكن تجيب 6 موديولز 6 كروت كل كارت فيه 32 بورت في 6 كل واحد فيهم 10 جيجا. تخيل كده تاخد باندوث قد ايه؟ ها تعمل لك كده مثلا حوالي 200 بورت مثلا، رقم كبير جدا. خلاص ماشي. طيب الموديولر سويتشز دي كمان مش بس بتديك بورتات، لا دي فيها ايه، ممكن تديك سيرفيسز. يعني ايه سيرفيسز؟ يعني عاده ممكن تجيب الكارت ده، الكارت اللي شغال جوه ده عباره عن فاير وول، او الكارت اللي موجود ده عباره عن وايرلس لان كنترولر. فالسويتشات دي هتفيدك قوي، السويتشات دي هتفيدك قوي. اللي ديبلويد في داتا سنتر دلوقتي حاليا بقى لنا كام سنه، هو بقى لنا حوالي 4 سنين تقريبا، اللي بدا ينتشر بشكل كبير جدا منها سويتشات النكسوس ال5K وال7K، ال5K وال7K. خلاص ما علينا، نرجع لموضوعنا. احنا كده دخلنا داتا سنتر ومش عايز ادخلكم في السكه دي عشان ما ايه ما ضيعلكوش وقتكم على الفاضي وتحسوا ان انا بتكلم على حاجات خزعبليه. نرجع ثاني لموضوعنا. نرجع تاني لايه؟ للنت تيمينج بقى. ها
اتكلمنا كده على اكتر من مود، زي مين يا عم؟ زي الاكتف باك اب، وزي الراوند روبن، وزي اللاك بي. في عندك مود بقى شويه عارف بتاع الناس الغلابه، في مود عندك زي بتاع الناس الغلابه بقى. بص عندك سويتشات عاديه ستاند الون، وعايز تبعت الترافيك برضو ما بين ايه، ما بين سويتشين في نفس الوقت. ها فانت ممكن تشغله في مود كده اسمه لود بالانس، خلاص. ولود بالانس ده هيعمل ايه؟ هيبعت الترافيك شويه من هنا وشويه من هنا. بس اللود بالانس ممكن تشغله مع ستاند الون سويتشز، ممكن تشغله كده مع ستاند الون سويتشز. انما مود زي اللاك بي، ها مود زي اللاك بي، يا اما السيرفر هيوصل بسويتش واحد، يا اما السيرفر هيوصل بستاكد سويتشز. والستاكد سويتشز بالمناسبه زي ما قلت لك هتظهر للسيرفر كانها ايه، كانها سويتش واحد برضو، يعني دول على المستوى الفيزيكال هتظهر كانها حاجه واحده. ها واضح الفرق بين اللاك بي مود وبين اللود بالانس مود؟ ها الفرق واضح ولا ايه؟ واضح؟ حد عنده اي مشكله؟ الحمد لله. تاني اللود بالانس بيبعت الترافيك على البورتين، بيقسم الترافيك على البورتين، بس مش محتاج السويتشات بتاعتك تدعم اي حاجه، سويتشات عاديه ممكن تشغلها في المود ده. اللود بالانس ممكن تشغله مع سويتشات عاديه، خلاص كده. لكن الستاند الون، اسف، اللاك بي، ها اللاك بي مش محتاج ستاند الون سويتشز. اللاك بي ها لازم يكون يتوصل كل بورتات السيرفر على نفس السويتش، وطبعا ده حاجة سيئة جدا، لان لو السويتش فصل فانت مش هتستفيد بأي حاجة كده، مفيش عندك هاي افيلابيليتي اصلا. يا اما توصلهم على ستاكد سويتشز، وده ايه، هيكون التصميم الامثل للشبكة بتاعتك. ماشي؟ ها وضحت؟ طيب ان شاء الله لما اكون في كورس داتا سنتر هشرح لك النكسوس، واشرح لك الفابريك، واظبطك يعني اعلمك الزوننج والكلام ده كله، ويونيفايد فابريك، واشرح لك يو سي اس ان شاء الله لما اخش، لما اشرح لك ده كورس داتا سنتر. بس احنا ما وصلناش المرحله دي خالص اساسا، انت كده خلينا اشرح سيسكو صرف. ماشي؟ طيب ما علينا، انا بحاول اتجنب الموضوع ده اساسا، بس انت بتشدني ليه شد يعني، ما ابوس رجليك ما تدخلنيش فيه. طيب ايه تاني يا سيدي، ايه تاني؟ فاحنا اتكلمنا كده على ثلاثة او اربعة مودز، اربعة مودز تقريبا. الراوند روبن، واتكلمنا كمان عن اللاك بي، واتكلمنا كمان على الايه، اللود بالانس. ايه تاني؟ والاكتف باك اب. يعني اعتقد ان كده كفاية جدا، الحمد لله زي الفل. طب انا عايز اكونفيجر، انا عايز اكونفيجر بقى النيك تيمينج ده، الكونفيجريشن بتاع النيك تيمينج. يا سلام، دي سهلة جدا. هيكون عندك كارت اهون، هيكون عندك كارت، خلاص، اسف، سيرفر، سيرفر، السيرفر ده فيه كارت او اتنين او تلاتة او اربعة، اللي يهمني فيهم البورت، بير بورت. همسك البورت ده كده، وهمسك البورت ده كده، اضمهم مع بعض بحيث ان يطلع لي مين في الاخر، ها، مخرج واحد. طيب اللي هيطلع ده كده عبارة عن فيرتشوال انترفيس، انا هطلع فيرتشوال انترفيس. الفيرتشوال انترفيس ده ها بيستخدم كام بورت؟ اتنين او اكتر، يعني ممكن اعمله ما بين كارتين، ما بين ثلاثة، ما بين اربعة، براحتي، خلاص كده مفيش مشكلة. طيب كلام جميل، معنى كده ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل فيرتشوال انترفيس، هنعمل تيم ديفايس. خلاص كده؟ ايوه، وهيكون له فيرتشوال ماك. عادة عادة لو انت شغال في مود عادي مثلا زي الاكتف باك اب،
بيعمل ايه؟ الاكتف باك اب واحد فيهم بس اللي شغال في نفس الوقت، فهتلاقيه راح واخد الماك بتاع الاكتف فيهم. وصلت؟ الفيرشوال انترفيس هيكون له ماك ادرس اكيد، عادة هياخد الماك ادرس بتاع الاكتف انترفيس فيهم، ماشي كده؟ طيب كلام جميل. يبقى دورنا بكل بساطة هعمل فيرشوال انترفيس، الفيرشوال انترفيس ده فعليا بيستخدم تو فيزيكال انترفيسز، خلاص كده؟ بيستخدم تو فيزيكال انترفيسز. ده اللي انا هعمله دلوقتي، ده اللي انا هعمله. وبعد ما اعمل الفيرشوال انترفيس ده هقول له ان الفيزيكال انترفيس ده عبارة عن سليف ليك، والفيزيكال انترفيس ده سليف ليك. سليف ده كده الفيرشوال انترفيس بتاعك ده اعتبره هو الماستر، ماشي؟ وكل بورت هنا بيكونه لك، او كل بورت الفيرشوال انترفيس ده بيستخدمه اسمه سليف. وضحت؟ يبقى سليف هنا هو ايه؟ هو الفيزيكال بورت نفسه، لكن الماستر هو مين؟ هو الانترفيس اللي هيشيل الترافيك ويبعته لمين؟ لده ولده. طيب مبدئيا، بس مبدئيا عايز اقولك على حاجه، ان اللينكس في عندنا اتنين امبلمنتيشنز للحاجه اللي انا قلت لك عليها دي، ان انت تجمع اكتر من انترفيس مع بعض. ايه الاتنين امبلمنتيشنز اللي عندنا؟ في عندنا حاجه اسمها بوندنج، وفي عندنا حاجه اسمها تيمينج. فريل 6 وما قبل اللي كان شغال هو مين يا عم؟ هو البوندنج ده، الامبلمنتيشن دي. فريل 7 ها ممكن تشغل ده او ممكن تشغل ده. وصلت؟ في مشكله كده؟ يبقى ده كان فريل 6 واللي قبله، انما ده ها من اول ريل 7 ممكن تشغل البوندنج والتيمينج مع بعض. بس ايه الاحسن لك، تشغل البوندنج ولا التيمينج لو انت شغال ريل 7؟ لو انت شغال ريل 7 البوندنج ولا التيمينج؟ بصراحه اول حاجه التيمينج. ليه بقى؟ ليه التيمينج؟ لسببين اتنين، اول سبب عندك ان التيمينج ده يوزر سبيس امبلمنتيشن. يعني ايه يوزر سبيس امبلمنتيشن؟ بص، كلها كام يوم كده وتبدا تسمع عن حاجه اسمها يوزر سبيس وكيرنل سبيس. الكيرنل سبيس دي معناها ها الامبلمنتيشن بتاعتها في الكيرنل نفسه. اليوزر سبيس معناها ايه؟ عباره عن سكريبت او تول ها شغاله مع او اليوزر هو اللي بيتحكم فيها. طب ايه المشكله برضو دلوقتي؟ بص، لو الحاجة كيرنل سبيس وضربت بالشفا يا معلم، مع السلامة خلاص. يعني لو في بق، لو حاجة كيرنل سبيس ووقفت منك، مع السلامة خلاص انسى. انما اليوزر سبيس ها مفيش اي مشكلة لو انستنس منها وقف. يعني ايه لو انستنس منها وقف؟ بصلي كده، ادا السيرفر بتاعك عامل نيك تيمينج ما بين كارتين هنا شايلين ترافيك، وكارتين تانيين شايلين ترافيك. دول بتوع الويب سيرفر، الترافيك ده بتاع الويب سيرفر، وده الترافيك بتاع الاف تي بي سيرفر. في مشكله؟ حد عنده اي مشكله؟ انا عامل اتنين نيك تيمينج او اتنين بوندنج، ده مع كارتين وده مع كارتين تانيين. بص، لو انت شغال مع البوندنج بيكون الكيرنل بتاعك موجود اهو، هو بوندنج انستنس واحد هو اللي شغال. فعارف لو البوندنج، لو الدرايفر ده ضرب في الكيرنل ايه اللي حصل؟ مع السلامه، مالكش اي حل غير انك تريبوت الماشين بالكامل. خلاص كل الكوميونيكيشن دي هتقف. عارف ليه؟ لان في انستنس واحد ها، في بروسيس واحده هي اللي بتمانج الكلام ده مع الكيرنل بتاعك. لكن لما يكون يوزر سبيس امبلمنتيشن عاده ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل عادة؟ مش عادة، ده اللي بيحصل فعليا. اللي بيحصل ها
ده هيكون له بروسيس خاصة بيه وده هيكون له بروسيس خاصة بيه. طب افرض ان البروسيس بتاع النيك تيم ده وقف، هل هيأثر في النيك تيم التاني؟ هل ده هيأثر في التيم التاني؟ لا. يبقى ده رقم واحد عندك، ان النيك تيمينج يوزر سبيس. طيب الحاجة التانية، الحاجة التانية الفوت برينت او الميموري فوت برينت بتاع النيك تيمينج افضل من مين؟ من بتاعة البوندينج. يعني اللود بتاعه على المكنة، اللود بتاعه على المكنة ها اقل من مين؟ من البوندينج. فدول سببين مقنعين جدا لاي سيستم ادمن ان هو يختار التيمينج عن البوندينج. ماشي كده؟ ماشي؟ طيب هنمبلمنت مين عندنا دلوقتي؟ هنمبلمنت مين؟ ها النيك تيمينج. طيب كلام جميل، تعالى يا سيدي نمبلمنت النيك تيمينج. انا بس بدل ما اطلع عينيكم معايا هعمل ايه؟ انا عندي مكنه اهيا، فاكر المكنة دي؟ فاكر المكنة دي؟ هن ايه؟ هضيف لها كده شوية كروت اشتغل معاها، هضيف لها شوية كروت اشتغل معاها. ماشي؟ طيب تعالى كده عندي، هضغط دبل كليك هنا على اي كارت فيهم، هيفتح لي السيتنج. تعالى اضيف ايه؟ تعالى اضيف كارتين كده عندي، خليها نات برضو مفيش مشكلة، وتعالى اضيف كارت تاني. اي اف كونفج كده في كروت اتضافت اهيا، بس خليني في السيف سايد بس مع في ام وير، هشط داون المكنه وهفتحها مره تانية. خليني في السيف سايد مع في ام وير، هشط داون المكنه وافتحها مره تانية. والله في ام وير من اول النسخه 12 على ما اعتقد يعني ما بقاش لازم، بس خليني في السيف سايد لان انا مش ضامن في ام وير ورك ستيشن تحديدا، انا مش ضامنها بصراحه يعني، معلش اعذرني يا ما هيست معايا، فايه خلينا في السيف سايد احسن لنا. طيب تعالى كده نفتح التيرمينال بتاعنا. انا ليه ضفت كارتين مش كارت واحد؟ مش انا كان عندي كارت اصلا؟ انا كان عندي كارت موجود قبل كده صح، رحت ضايف كارتين عشان امانج الدنيا بس ريموتلي، عشان اقدر امانج الدنيا ريموتلي عن طريق الكارت الاولاني. هعمل نيك تيمينج ما بين مين يا عم؟ ما بين الكارتين التانيين. هعمل نيك تيمينج ما بين الكارتين التانيين. طب والكارت الاول هسيبه زي ما هو عشان افضل شغال منين؟ من التيرمينال اللي هو موجود فين؟ من التيرمينال اللي عندي على المكنه دي، بدل ما اعذبكم وبقى عينيكم على الخط الصغير. فاكرين الخط الصغير المعفن اللي كنا بنشتغل بيه امبارح؟ انا مش عايز اخلق لك عينيك يعني وايه واعذبك معايا يعني، والله مش جاي اعذبك يعني. فانا همانج من الكارت الاولاني اللي احنا كنا شغالين بيه اهو، وايه واعمل نيك تيمينج على الكارتين التانيين بس، ده كل اللي انا هعمله. عشان كده ضفت كارتين على اللي كان موجود قبل كده. طيب كلام جميل، تعال كده ايه لو جيت اقوله كده اي اف كونفج، وريني يا عم كده الخط، واضح ان هو كبير قوي زياده عن اللزوم. طيب بص كده، انا دلوقتي عندي الكارت الاولاني اهون، شايفه اهو، وده واخد اي بي ادرس من امبارح والدنيا معاه تمام. وعندي مين كمان يا عم؟ ها عندي الكارت الثاني اهو، وعندي مين انت كمان؟ وعندي الكارت الثالث اهو، دول اللي انا لسه ضايفهم دلوقتي حالا. ها نعمل لهم ايه بقى؟ تعال نعمل لهم نيك تيمينج كده ونوصلهم. عشان تعمل نيك تيمينج كنت اقول له كده ان ام سي ال اي، او الاول ان ام سي ال اي كونكشن شو اهو. تعال نشيل بروفايل سمورك عشان نقلل الكلام ده عندنا، ان ام سي ال اي كونكشن ديليت البروفايل اللي اسمه ورك ده، قلل الكلام ده خالص، ان ام سي ال اي كونكشن شو. الحمد لله
تاني يا سيدي، ايه تاني ايه تاني؟ ماشي، اعتقد ان كده كفايه قوي. تعال ايه نبدا نكريت النيك تيمنج بتاعنا دون. كنا اقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن ات، النوع بتاعه ايه؟ التايب بتاعه ايه؟ ها بص كده التايبس اللي ممكن اضيفها ايه؟ فاكر التايب اللي كنا بنضيفه؟ ها فاكر؟ ايثرنت فاكر؟ ولا تيم ولا واي ماكس ولا واي فاي ولا ده ايه بالظبط؟ الكونكشن بتاعه هيكون ايه؟ هيكون تيم، صح مظبوط، هيكون تيم. طيب تدي له كونكشن نيم ايه؟ كونكشن نيم عايز ادي له اسم، ادي له اسم ايه يا سيدي؟ وليكن هسميه تيم زيرو، اي اسم يعجبك. خلاص؟ والفيرشوال انترفيس نيم، تعالى كده اي اف نيم اهو، الفيرشوال انترفيس نيم ممكن اسميه كمان تيم زيرو. يبقى انا كده هعمل فيرشوال انترفيس اسمه تيم زيرو، والبروفايل بتاعه برضه هيكون اسمه مين؟ ها تيم زيرو. فاضل لي حاجه واحده بس المفروض اعمل لها كونفيجر، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ايه؟ المود اللي الانترفيس ده، او اسف، المود اللي النيك تيمنج فيرتشوال انترفيس ده هيشتغل بيه. هل هيشتغل لاك بي ولا هيشتغل لود بالانس ولا هيشتغل اكتف باك اب ولا هيشتغل راوند روبن ولا هيشتغل ايه بالظبط؟ وصلت؟ يبقى لازم تقول له انت هتشتغل بانهي مود فيهم، صح؟ تعال نشتغل اكتف باك اب. ليه اكتف باك اب اخترته؟ لان مفيش عندي سويتش مثلا اكونفيجر لاك بي عليه، مفيش عندي سويتش اكونفيجر لاك بي، ماشي؟ فايه تعالى كده طيب تعالى على حاجه كمان لازم اقول لك عليها عشان ما اعذبش نفسي واعذبك معايا، اللي هي ايه بقى الحاجه دي؟ بص لي كده يا ريس، لما هتيجي تكونفيجر المود، للاسف للاسف زي ما قلت لك ان كل حاجه فيها، يعني كل حاجه كويسه لازم يكون فيها الخازوق. طب ما الكونفيجريشن بتاع النتورك مانجر سهل قوي، لسه الخازوق، خد الخازوق من النتورك مانجر. النتورك مانجر لما تيجي تكونفيجر النيك تيمنج لازم تقول له المود بتاعه ايه. طب هتقول له المود، طب ايه بقى المشكله يا عم؟ هقول لك المشكله، لما تيجي تكتب المود لازم تكتبه بالصيغه اللي اسمها الجيسون. عارف جيسون دي معناها ايه؟ ها جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن. عارف جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن؟ حد فيكم سمع عن الحاجه دي قبل كده؟ حد كتب جافا سكريبت قبل كده اصلا؟ الجيسون دي فكرتها قايمه على ايه؟ الجيسون دي بص لما تيجي تكتب اي حاجه فيها، ايوه حاجه شبه الاريز، الله يفتح عليك، حاجه ايوه بالظبط النقطتين يا سيدي. طب ما معايا ناس كويسه يا عم. بص كده عايز تقول له مثلا ان النيم اسمه مصطفى، هتقول له كده النيم نقطتين مصطفى، مش كده وبس. الخازوق بقى بيخليك تفتح له اقواس بالمنظر ده. مش كده وبس، واحيانا احيانا بيضطرك لو انت بتستخدم سبيشال كاركترز تعمل ايه؟ تحطها بين دبل كوتس كده كمان. يا نهار ازرق، ده بص الشكل بقى عامل ازاي؟ يعني كده هتقول له المود بتاعك كذا، هقول لك لا استنى استنى، ده الخازوق مش هيبقى كده، ده الخازوق هيبقى اكبر شويه. ازاي يا عم؟ تعال امسحه كده. انا عايز اقول له ان المود بتاعي مثلا هيكون اكتف باك اب. عايز اقول له ان المود بتاعي هيكون اكتف باك اب. هتعمله ازاي؟ بص هيبقى بالمنظر ده. كلمه مود، كلمه مود دي كانت امبلمنتد مع مين؟ مع البوندنج. كلمة مود دي امبلمنتد مع البوندنج من زمان، فلما جم يعملوا امبلمنت للنيك تيمنج قال لك نستخدم نفس الكلمة نفس الكي وورد، قال لك لا ما ينفعش،
ده كلمه مود دي اصلا امبلمنتد مع البوندنج، اما لا سميها ايه، سماها الرانر. ايه موضوع بسيط جدا، انت عندك اتنين امبلمنتيشن بيحققوا لك نتورك تيمينج خلاص، او ان انت تعمل باندلنج لاتنين انترفيسز او اكتر مع بعض. الاولانية الامبلمنتيشن بتاعتها فيها كلمة مود، ودي امبلمنتد اصلا في الكيرنل، فما ينفعش تستخدم نفس الكي وورد مع ها النك تيمينج العادي. راحوا مختارين اسم جديد، خلوا الاسم الجديد رانر بس لا اكتر ولا اقل. فلو انت شغال بالبوندنج القديمة هتستخدم انهي كي وورد؟ مود. لو انت شغال نيك تيمينج هتستخدم انهي كي وورد؟ رانر. بس ادي كل الحكايه. صعبه الحته دي؟ ها فيها مشكله؟ بس ادي كل الحدوته. طيب تعالى كده هقول لك مثلا السنتاكس هيبقى شكله كالاتي. السنتاكس هيبقى بسيط جدا بقى، طالما عرفنا الحته دي الحمد لله كل مشكلتنا في الحياه اتحلت. بص كده، انا عايز اكونفيجر الرانر، انا عايز اكونفيجر الرانر. هقول له كده، انت عندك الرانر بتاعك المود اللي هتشتغل بيه نقطتين زي ما اتفقنا، والرانر بتاعنا يا عم هيكون اسمه ايه؟ ها النيم بتاعه اسمه راوند روبن مثلا، او اسمه لود بالانس، او اكتف باك اب. تعالى هنا كده، مثلا خلاص تعالى كده مثلا نختار راوند روبن مثلا عندنا، او اكتف باك اب اهو كمثال على واحد فيهم اهو. بس كده؟ اه والله العظيم بس كده خلصت يا عم. ما تنساش ان ده كومبلكس اكسبريشن، فلازم تحطه هو نفسه بين ايه؟ ها بين ايه؟ بين الاقواس. ما تنساش الاقواس طالما بتكتب كومبلكس اكسبريشن. الحاجة التانية كمان، ها ممكن تحط الاتنين دول كده، بما ان دي سترينج تحط لي ده كده ما بين ايه؟ دبل كوتس. بس كده خلصت الحدوتة يا عم، ادي كل الحدوتة. يبقى لازم وانت بتكريت الانترفيس تحدد له، ها تحدد له ايه؟ المود اللي هيشتغل بيه او الرانر اللي هيشتغل بيه. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ اهو انا عملت تيم ديفايس اهي، وبروفايل ليها هيكون اسمه تيم زيرو. هقول له ايه بقى؟ هقول له ايه؟ دايما لما بتيجي تشتغل، طالما بتشتغل جيسون، افتح القوسين وقول له ان الرانر بتاعي هيكون اسمه ايه؟ دايما برضو ايه؟ افتح قوسين تانيين، النيم بتاعه اسمه ايه يا عم؟ ها؟ اكتف باك اب. بس خلاص خلصت، فاضل لي بس اعمل ايه؟ احط الكلام دون ما بين مين؟ دبل كوتس كده. اهو ممكن كمان تحطها كلها بين دبل كوتس او بين سنجل كوت. يعني تعالى كده تحطها من بره بين سنجل كوت، وحط كل سترينج جوه القوسين ما بين دبل كوتس عشان تفرق بينهم. بس خلصت كده؟ اه والله العظيم خلصت خلاص. طيب بيقول لك في عندك مشكله unexpected argument، يبقى في عندنا مشكله هنا. بص كده كويس، ايه الغلطه اللي موجوده عندنا هنا؟ بص كده، قبل دي كده عايز اقول له ان الكونفيجريشن بتاعك، الكونفيجريشن مود بتاعك هيكون ايه؟ ها اكتف باك اب. فكلمه كونفج كانت ناقصه، كلمه كونفج دي كانت ناقصه. انا اقول له الكونفيجريشن بتاعك الرانر بتاعك هيكون ايه؟ طيب لو جيت اقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن شو
ها التيم ديفايس موجودة، التيم ديفايس موجودة اشتغلت. ابا اهي لسه في عندك اخر خطوة خالص، لسه فاضل لك خطوة واحدة بس، تقول له مين السليفز بتوعك كديفايس، مين السليفز بتوعك، ها مين السليفز اللي موجودين عندك يا عم. كنت تقول له كده ان ام سي ال اي كونكشن اد التايب بتاعه، ها التايب عندنا دلوقتي هيكون ايه، ها فين السليف، تيم سليف اهو، الله يفتح عليك اهو تيم سليف، حلو كده. طيب اسمه ايه مثلا، وليكن هسميه الاول، انا هربطه بايه الاول، هربطه بانهي ديفايس، الانترفيس نيم، هربطه بانهي انترفيس، انا عندي 3 انترفيسز، 3 فيزيكال انترفيس كنت عاملهم، هربطه بالانترفيس ده مثلا اهو ان او 33 ده اللي انا لسه عامله جديد ماشي، والكونكشن نيم اسم البروفايل بتاعه، سمي اسم البروفايل بنفس اسم الفيزيكال انترفيس اهون، خلاص كده. ممكن تسميه كمان لو عايز تفرقه كده، لو عايز انت كده عايز تحط اسم البروفايل ده، لو عايز تدلع نفسك شويه وانت شغال بتحتاج احيانا تبقى عارف ان ده ها انهي سليف بالظبط، ممكن تسميه كده مثلا يا سيدي تيم زيرو سليف، عشان تبقى عارف ان الانترفيس ده مربوط بانهي ها بانهي تيم ديفايس. وصلت؟ طيب فاضل اخر حاجه خالص، انا قلت له دلوقتي انت هتضيف سليف، طب هتضيفه لانهي ماستر بالظبط، هتضيفه لانهي ماستر بقى، مين الماستر ديفايس، الماستر بتاعك مين، الماستر مين، ها الديفايس اللي لسه عاملها فوق اللي كان اسمها تيم زيرو. تعالى كده ان ام سي ال اي كونكشن شو، بص لي كده كويس، شوف انا عملت ايه، يبقى انا كده عملت بروفايل اسمه تيم زيرو سليف، البروفايل ده بيربط مين، ها بيربط الفيزيكال انترفيس ده مع ها التيم اللي انا لسه عامله ده. وصلت؟ طيب فاضل لي ايه كمان، فاضل لي خطوه واحده كمان، ان انا اعمل ايه يا عم، ممكن مش ممكن، ده الطبيعي ان انا هربط الكارت التاني الانترفيس نيم بتاعي اي ان او الانترفيس التاني بتاعي دول، وهربطه بمين دلوقتي، تعالى اسميه كمان كده الكونكشن نيم، طبعا ما قلت لك ما ينفعش عندك اتنين بروفايل بنفس الاسم، هسميه تيم زيرو سليف 2 اهون، يبقى انا عملت بروفايل اسمه تيم زيرو سليف وربطته بمين، بالفيزيكال انترفيس ده، والبروفايل ده بيربط الفيزيكال انترفيس ده بالماستر ديفايس اللي اسمها تيم زيرو، وعملت بروفايل تاني اهون بيربط مين، بربط الفيزيكال ديفايس ديا بمين كمان، بالتيم زيرو ده، ها صعبة لحد دلوقتي؟ صعبة؟ في مشكلة كده؟ طيب تعال نعمله disable و enable كده NMCLI connection، قبل اي disable و اي قبل enable، قبل اي enable اعمل ايه؟ تعال نحط له IP كمان، تعال نحط له IP NMCLI connection modify team 0 بقى خلاص، هضيف الconnection ده واعدل فيه، ممكن اقول له كده IPv4.address خليه لي 192.168.101 خليه لي 200/24 ماشي كده. طيب ايه كمان، ممكن اقول له كمان IPv4.method عشان ياخد IP من مين، ها manual مانيوال ماشي، ان ام سي ال اي كونكشن شو كده التيم زيرو، اطلع كده فوق 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 فوق
اهو الاي بي في فيرجن 4 مانيوال وده الادرس بتاعه. طب تعال كده نعمله ديسيبل ان ام سي ال اي كونكشن داون لمين يا عم؟ للتيم 0 وان ام سي ال اي كونكشن اب للتيم 0 ان ام سي ال اي كونكشن شو. حلوه الحته دي، كويس ان احنا جينا. بص لي كده انا عملت انيبل لمين يا عم؟ ها انا عملت انيبل لمين؟ للتيم 0. بص لي كده شويه على الفيزيكال ديفايسز اللي عندك اللي مربوطه بيه، هل الفيزيكال ديفايسز دي ها بقت اب؟ هل الفيزيكال ديفايسز دي بقت اب؟ لا. طيب حلو، يبقى ده هيدخلنا كده في حاجه لازم اقول لك عليها، شويه قواعد لازم تكون فاهمها كويس جدا وانت شغال مع النيك تيمينج. لو عملت اب للتيم ديفايس نفسها الفيزيكال انترفيسز مش هتبقى اب. تاني لو عملت اب للتيم ديفايس نفسها الفيزيكال انترفيسز مش هتبقى اب، لازم تروح بايدك كده وتقوم الفيزيكال انترفيسز ان ام سي ال اي كونكشن اب لمين يا عم؟ للتيم 0 سليف والتيم 0 سليف 2. طيب حاجه كمان لو عملت داون للتيم ديفايس اوتوماتيك هتوقف الفيزيكال انترفيسز اللي مربوطين بيها. تاني لو شغلت التيم ديفايس نفسها الفيرتشوال ديفايس هي نفسها مش هتشغل الفيزيكال ديفايسز اوتوماتيك، لازم تروح تشغل الديفايسز دي بايدك. خلاص كده. طيب الحاجه الثانيه لو انت وقفت الفيرتشوال ديفايس هي اوتوماتيك هتروح توقف الفيزيكال ديفايس اللي مربوطين بيها. خليك فاكر الحكايه دي كويس، خليك فاكرها كويس جدا. الحمد لله اللهم بلغت يعني. طيب تعالى كده ان ام سي ال اي كونكشن شغل المره دي كلهم بقوا اب والدنيا بقت تمام. طيب اي اوف كونفج كده بص لي ايه اللي حصل ها ظهرت عندي ديفايس جديده اسمها تيم 0 ها، وتيم 0 دي مالها يا عم؟ هي نفسها اللي واخده الاي بي. هل الاي بي دلوقتي مربوط بالفيزيكال ديفايس نفسها؟ لا، الاي بي دلوقتي ما بقاش مربوط بالفيزيكال ديفايس ولا يعرف عنها اي حاجه. ده الاي بي مربوط بمين يا عم؟ بالفيرتشوال ديفايس دي. طب تعالى كده نجرب بينج كده، بلاش من المكنه دي، تعال نروح من المكنه الثانيه بقى، تعال نروح المكنه الثانيه ونشوف ايه اللي هيحصل. الاي بي بتاع المكنه الثانيه كان 106 اعتقد، كان 106 امبارح. ايوه مظبوط كان 106، كلام جميل جدا. طب بنجي لي كده على 192 168 101.106 اسف 106 شغال. طب بنجي لي كده بقى على 200 ها شغال. شغال اهو صح. طيب عايزين نجرب حاجه، تعال نوقف ان ام سي ال اي كونكشن شو كده، تعال نوقف اي واحده منهم. تعال مثلا نوقف دي السليف الاولانيه، تعال نوقف السليف الاولانيه ان ام سي ال اي كونكشن داون تيم 0 داش سليف. بص ايه اللي حصل، البنج ايه اللي حصل له؟ وقف كده ثانيتين ثلاثه، البنج وقف كده ثانيه، مش ثانيتين ثلاثه، ثانيه تقريبا البنج وقف عندك ثانيه، واوتوماتيك عمل سويتش اوفر لمين؟ ها اوتوماتيك عمل سويتش اوفر لمين؟ للانترفيس الثاني. خدت بالك؟ طيب كلام جميل، تعال نرجع الانترفيس ده مره ثانيه ان ام سي ال اي كونكشن اب للمعلم ده
بص ايه اللي حصل، انا باخد بضغط انتر اهو، شايف هيقف كده كام ثانية وايه اللي هيحصل؟ يلا يا وحش، نعم اه كده كتير، في حاجه مش مظبوطه، ان ام سي ال اي كونكشن شو كده، لا البنج هو اللي كان هيس، البنج هو اللي كان هيس، بس خلاص تاني نعمل التيست تاني اهو، تاني ان ام سي ال اي كونكشن شو موجود عندك. طيب كلام جميل، ارجع هنا بينج على 200 شغال زي الفل. طيب ان ام سي ال اي كونكشن داون لمين يا عم؟ لتيم زيرو سليف اهو، تمام كده شغال مفيش مشاكل. طيب ان ام سي ال اي كونكشن اب لتيم زيرو سليف يلا يا وحش، ان ام سي ال اي كونكشن شو الاثنين اب، هو المفروض يرجع دلوقتي في اي لحظة، المفروض كان رجع. طيب ان ام سي ال اي كونكشن شو كده كلهم اب، طب ان ام سي ال اي كونكشن داون لتيم زيرو سليف 2 ان ام سي ال اي كونكشن شو كده وقف خالص لسبب ما. طيب تعال بقى نترابل شوت الكلام ده، تعال نترابل شوت الكلام ده، لا مفيش في خطأ في السليف، مفيش في خطأ في السليف. طيب انا عايز، طيب تعال بقى كده طالما احنا وقعنا في مشكله، تعال نترابل شوت الكلام ده، ان ام سي ال اي كونكشن شو، وقف خالص الكلام ده، ان ام سي ال اي كونكشن داون لتيم زيرو، ان ام سي ال اي كونكشن اب لتيم زيرو سليف والسليف 2 اي اف كونفج عندي اهو، واخد اي بي مفيش فيه مشاكل. طيب بنجيلي كده على 200 نشوف حالة التيم دي عاملة ايه، ممكن اقول له كده تيم كنترول، تيم دي كنترول تيم زيرو
ستيت، هل ده شغال ولا لا؟ هل ده شغال ولا لا؟ اه شغال صح. الاثنين اب. طب مش بيبنج ليه يا عم؟ مش بيبنج ليه؟ بصولي كده، شوت داون المكنه وتعال نشغلها تاني، وهقول لك بقى على الخازوق اللي بيحصل مع فيم وير ايه. هقول لك على الخازوق اللي بيحصل مع فيم وير ايه. خلاص تعال نرجع نكونكت هنا مره تانيه. اهون الله وحش. كلام جميل. اي اف كونفج كده اهو، واخد الاي بي اهو. طب تعالى هنا بنجلي كده على 200 دلوقتي. حد واخد باله من حاجه؟ هل المشكله في المكنه اللي عليها التيمينج ولا المشكله في المكنه التانيه؟ طب واخد بالك؟ انا عملت شوت داون المكنه، وقفتها كلها مره ثانيه ورجعتها. طيب ان ام سي ال اي كونكشن، شو هل اصلا الكونكشن اب ولا لا؟ اه ده اب اهو والله، ده اب. قال لا. طب شوت داون المكنه دي، ويرجع شغلها مره تاني. اشتغل يا حاج. الكونكشن اصلا اب على المكنه الثانيه ولا لسه؟ ان ام سي ال اي كونكشن اب. جدا. تعالى لي بقى هنا كده، بنجيلي كده على 200. الله رجع عمل بنج تاني اهو. خليك فاكر. انا عارف والله يا عم، انا عارف. الله معنى كده المشكله ما كانتش في المكنه دي، ده المشكله كانت في المكنه التانيه صح؟ انت خدت بالك من اللي حصل؟ طيب تعالى عشان اكمل تيست، بس اثبت لك بس حاجه في موير. من ويندوز، من المكنه، من بره خالص بقى، من بره الفي ام وير نفسه. تعالى كده بينج داش تي كمان. حلو، البنج شغال زي الفل اهو من غير اي مشاكل، وكونستانت كمان 1 ملي سكند، يعني الدنيا تمام قوي. تعالى كده هوريك التيم ستيتس. تيم دي كنترول تيم زيرو ستيت، بيقول لي دلوقتي ان ايه؟ ها اللي حصل، الاثنين بورت عندي ايه؟ عندي ده سليف وعندي ده كمان سليف اهون، والاثنين اب، الاثنين اب. البنج شغال، البنج شغال اهون. طب كلام جميل. طيب بص لي كده، تعال لي بنفسك على الفيزيكال انترفيس واعمل له ديسكونكت. بصوا لي ايه اللي حصل، ده الانترفيس نفسه بقى ديسكونكتد. ده طب تعالى هنا تاني، تيم دي تيم زيرو ستيت. بصوا لي ايه اللي حصل لللينك. ها ايه اللي حصل لللينك؟
داون حلو. طب تعال ارجع لي مرة تانية كده. انت خدت بالك من الرسالة اللي ظهرت؟ خدت بالك من الرسالة اللي ظهرت؟ راحت فين؟ راحت فين؟ الرسالة اللي جات لي هنا من شوية كان بيقول لك إن حصل كونفليكت في الماك أدرس. تعالى لي هنا كده. بص شفت ايه اللي حصل؟ الماك ادرس ده بيقول لك حصل فيه كونفليكت. المهم ارجع تاني كم كمل. ها هل البنج لسه شغال؟ طيب كلام جميل. ارجع تاني بقى هنا فين 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 المرة دي تيم دي تيم زيرو كنترول ستيت. ايه اللي حصل؟ اللينك ايه اللي حصل له؟ ها الاثنين بقوا اب او الاثنين اب اهو. وان ده كان داون بقى اب. حلو جدا. ارجع تاني للفي ام وير بقى. روح على الكارت التاني ديسكونكت للمعلم ده. بص لي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل للكونكشن؟ اللينك سامري. ايه اللي حصل له؟ بقى داون. بص ايه اللي حصل؟ خدت بالك ايه اللي حصل؟ ها فضل شغال من مكنه الويندوز. فضل شغال من مكنه الويندوز من غير اي مشاكل. طيب كلام جميل. ارجع لي مره تانية مين للمكنه دي. رجع لي اللينك مره تانية. رجعنا اللينك راح فين اهو. ارجع لي تاني. الاتنين رجعوا اب اهو. شفت ايه اللي حصل؟ رجعت كل حاجة زي السكينة في الحلاوة من غير أي مشاكل. خدت بالك؟ خدت بالك البيهيفير بتاع في ام وير ايه اللي حصل له؟ طيب ايه اللي حصل بقى هنا؟ الفي ام وير اعتقد والله اعلم اعتقد والله اعلم ان هي بتحاول تكاش الماك ادرس. خلاص بتحاول تاكت كده كفيرشوال سويتش لكل فيرشوال ماشين عندك تمام، وبتحاول تربط الماك ادرس اللي كان مربوط بكل انترفيس مع مين؟ مع الانترفيس ده نفسه، مع الفي ام نفسها. فالفي ام دي شافت الماك ادرس بتاع الكارت الاولاني اللي كان اب عن طريق مين؟ الفيرتشوال سويتش اللي فيه ام وير عملته ده، هو او اللي هو مستخبي بالنسبه لك، وراحت ربطها مع المكنه دي بالايه؟ بالماك ادرس اللي كان شغال. هوب انت وقفت الانترفيس ده. فايه اللي حصل؟ المكنه دي ما قدرتش تشوف ان الماك ادرس ده بقى مربوط مع مع انترفيس تاني خالص على نفس الفيرتشوال بورد او الفيرتشوال سويتش بورد. فهمت ايه اللي حصل؟ فهمت البيهيفير او الان اكسبكتد بيهيفير من في ام وير ورك ستيشن دون؟ ما علينا، بغض النظر يعني في ام وير هتهيس معاك واثبت لك ده بالتجربه. طيب هتقول لي طب ما انا كده يا عم مش هينفع اشغل فيرتشوال ماشين خالص. هقول لك انا عن نفسي انا بقول لك هو ان اكسبكتد على ورك ستيشن تمام، بس على في ام وير على الايس اكس تحديدا انا جربتها اكتر من خمس ست مرات، وكل المرات اللي جربتها فيها اشتغلت مباشره من اول مره، ما حصلتش وهيست التهيسه دي خالص. فلو انت شغال في الداتا سنتر ما تقنعنيش ان في واحد عنده سيرفر وهيحط ورك ستيشن عليه، ما تقنعنيش بكده خالص. يعني الناس كلها بتحط يا اما اي اس اكس، يا اما بتحط هايبر في، يا اما بتحط ريف او ريد هات انتربرايز فيرشواليزيشن. يعني فالمشكله دي مش هتقابلهم الناس اللي شغالين في الداتا سنتر وفي السيرفرات وكلام من ده. خلاص بروكس موكس برضو اعتقد مش هتعمل مشكله. بروكس موكس انا شغالها عندي ما عملتش مشكله قبل كده، ما حصلش ان حصل لي مشكله زي دي. لكن لو انت شغال مع في ام وير ورك ستيشن فانت بقى ربنا يعيدك، البيهيفير بتاعك بيكون ان اكسبكتد غالبا، ما بتشتغلش مع الفيرتشوال ماشين اللي شغاله على نفس المكنه. يعني انا عندي فيرتشوال ماشين تانية على نفس المكنه بتاعتي مش هتشتغل معاها، مش هتقدر تحس ان نفس الماك ادرس بقى مربوط مع فيرتشوال
سويتش بورت رايح لبورت تانية على مكنة تانية. وصلت؟ ها وضحت الحكاية دي؟ دي المشكلة بتاعة في ام وير ورك ستيشن تحديدا. خلاص؟ طيب ماشي. اخر حاجة بس عايز اقول لك عليها، اخر حاجة بس عايز اقول لك عليها، احنا خدنا امر كده في الزحمة من غير ما تاخد بالك منه، اللي هو مين؟ ها؟ الامر ده تيم دي كنترول تيم زيرو ستيت. الامر ده مفيد جدا 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 بالنسبة لك، لسبب، لسببين. اولا، اول حاجة هيقول لك الانترفيسز اللي عندك كلهم حالتهم ايه، مش كده وبس، وهيقول لك مين اللي اكتف فيهم. تاني الامر ده مهم جدا عندك، لانه هيقول لك حاجتين، هيعرفك حاجتين. الحاجة الاولانية هيقول لك الانترفيسز اللي عندك حالتها ايه، والمود بتاعك ايه كمان، ومش كده وبس، والاكتف بورد فيهم مين. فلو انت بتعمل مينتيننس، ها هيفيدك جدا الحكايه دي، هيفيدك جدا الحكايه دي. خلاص كده؟ ليه؟ لان انت ممكن تكون جاي تعمل مينتيننس، تيجي تشد كابل ويكون الكابل التاني اصلا مخلوع او في مشكله مش شغال، ساعتها السيرفيس كلها هتقف. فانت قبل ما تعمل داون لاي لينك، قبل ما تسحب الكابل كده تعمل مينتيننس ولا حاجه، اتاكد ان البورت التاني، لو عندك اتنين بس، لو عندك بورتين بس معمول لهم نيك تيمنج، اتاكد ان التاني على الاقل اب. خلاص؟ في مشكله كده؟ ها حد عنده اي مشكله؟ الناس نامت ولا ايه؟ الناس شكلها نامت صح؟ طيب ماشي، ممكن تقول له كده. في عندك كمان امر كان اسمه مش فاكر والله، لسه موجود عندك ولا لا؟ تيم ان ال، تيم ان ال كده ممكن تقول له تيم زيرو بورتس. بص لي كده، لو عايز تشوف الستيت يعني ممكن تستخدم ده كده عشان تشوف حاله البورتات اللي عندك اب ولا داون ولا ايه بالظبط. وفي عندك امر كده اسمه تيم ان ال، خلاص هيعمل لك ايه؟ هيقول لك حاله البورتس كمان، تيم ان ال تيم زيرو بورتس، البورتس اللي عندك حالتها ايه. ماشي؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب بالمناسبة كمان، لو عايز تجيب الكونفجريشن بتاع أي تيم ديفايس عندك، ممكن تقول له كده تيم دي كنترول الديفايس اللي عندنا كان اسمها تيم زيرو، ممكن تقول له كده كونفج دمب. لو عايز تعمل دمب الكونفجريشن بتاع أي ديفايس عندك، بص كده وشايف الكونفجريشن بتاعك بيخرج بأنهي صيغة؟ بالجيسون، الجيسون فورمات. فاكر الجيسون فورمات؟ فاكر الرانر اللي عزمتك بيه؟ اه ممكن تسيف الكلام ده في فايل، يعني ممكن تيجي تعمل كده وتقول له كده مثلا تيم زيرو داش كونفج، لس كده تيم زيرو داش كونفج اهو، ده الملف اهو. هتقول لي يا عم طب ما ده هيفيدني في ايه؟ طب ما ده هيفيدني في ايه؟ اقول لك لما ربنا يكرمك كده وتحب تابلاي نفس الكونفيجريشن بتاع النيك تيمينج، لو عندك اكتر من سيرفر، لو عايز تابلاي نفس لو عندك مثلا 10 سيرفرات، لسه هتقعد تكتب اوامر النيك تيمينج ده وتقعد تعذب نفسك وتتعب نفسك التعب ده كله؟ لا، خد دمب من الكونفيجريشن وارجع اعمل له امبورت على بقيه السيرفرات. خلاص؟ طيب ماشي، الحمد لله، يعني اعتقد ان احنا كده كويسين جدا في النيك تيمينج. حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ ها حد عنده اي مشكله؟ متاكدين؟ طيب حلو جدا، تعالوا ناخد بريك بقى شويه لان انا بقي وجعني من كتر الكلام، وناخد اللاب التاني اللي هو مين؟ البريدجينج. ناخد بريك شوية عشان نكمل البريدجينج إن شاء الله. ماشي؟